ننتقل إلى موقع ولا الإسرائيلي، حيث اعتبر أن التصعيد الذي جرى في قطاع غزة والمستوطنات المحيطة به هذا الأسبوع بين إسرائيل وحركة حماس قصورا واضحا في أداء منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية. الموقع قال إن منظومة الدفاع الإسرائيلية أو القبة الحديدية لم تفي بمهمتها المتعلقة بالتصدي للقذائف والراجمات والصواريخ الفلسطينية متوسطة وقصيرة المدى. الموقع أكد أن العملية العسكرية الدائرة على قطاع غزة كشفت قصورا كبيرا في عمل هذه المنظومة الدفاعية أو ما تسمى بالقبة الحديدية، خاصة وأنها لم تتصدى سوى لمئة قذيفة أو صاروخ من بين 460 صاروخ وقذيفة فلسطينية. أشار الموقع الإلكتروني الإخباري العبري إلى أن هناك تخوفا وقلقا إسرائيليا يسري داخل القيادات السياسية والعسكرية في تل أبيب من أنه في حال اندلاع حرب على أكثر من جبهة، كيف يمكن لمنظومة الدفاع الإسرائيلية أن تتصدى للقذائف والراجمات والصواريخ المتوالية على الداخل الإسرائيلي. من جانبها المقاومة الفلسطينية أطلقت أنواع من الصواريخ، منها صواريخ اقسام، ولم تتمكن منظومة القبة الحديدية اعتراض الكثير منها، ومنها أيضا صواريخ فلق 2 الإيراني الصنع. خلونا نتعرف مع حضراتكم على نظام صواريخ فلق 2 والذي استخدمته المقاومة الفلسطينية.